السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما اني بعمل فلافل، بسم الله، قلت اشارككم معايا. الله انها تعجبكم. فلافل جميلة جدا جدا، وبالذات لو واحد جابها عملها في البيت. يعني انا بجيب فول وبعملها في البيت من الالف للياء، مبشتريهاش من بره ابدا. يعني سهلة وسبحان الله مش مكلفة، وكيلو فول دي كمية كبيرة بسيطة. يعني ما تاخدش حاجة، بس غير ان الواحد يكون عنده مفرمة ويفرم الفول مع الخضرة بتاعتها، اللي هو شوية بقدونس، شوية خضار، شوية شبت، بصلاية، فصين ثوم، بس كده. ونفرمهم كلهم، وبعد ما بنفرمهم اول مره بنعيد عليهم تاني عشان يجي الفرم ناعم. وبعدين بنحطها، بنقسمها في اكياس. انا عن نفسي بقسمها في اكياس، بعمل 2 أو 3 كيلو، بحطهم في اكياس واحطهم في الفريزر، بيقعدوا عندي فتره يعني كويسه، وبطلعها جميله وشكلها حلو قوي. دي حاجه كويسه الواحد عاملها في البيت، حته جميله روعه ما شاء الله. حاجة يعني طريقتها سهلة جدا جدا جدا. في ناس تقول انها ما بتظبطش، وناس تقول انها تفتك معاها، يعني اللي هي بتشتغل فيها. هي الفلافل اللي انا بصوا في بعض التكات كده فيها تظبطها تمام يعني، وانا مش هستخسر فيها حاجة، هقولها لكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنفرمها فرم ناعم، ما ينفعش بعدين هذا بس. بنفرمها فرم ناعم، ما ينفعش ان احنا ناكل خشنة، والخشنة هتفتك في الزيت، تفتك على طول يعني. فلازم تكون مفرومة فرم ناعم، دي أول حاجة. ثاني حاجة لما بنعينها في الفريزر نطلعها مثلا من الليل، نحطها في التلاجة من تحت عشان تفتك. لما تفتك نطلعها بقى، نحطها في طبق او في حاجه ونحط عليها، وده السر بقى اللي فيه ناس كتير محدش يعرفه يعني. نحط عليها شويه كزبره ناشفه مفرومه مع بسيط من الملح، وبنحط عليها بيضه. في ناس ما تعرفش حكايه البيضه دي، بنحط عليها بيضه. بسم الله. وبنلفها كده بايدنا يعني، بنفضل نلف فيها شويه لحد ما ايه، ما تندمج البيضه مع الفلافل. دي حلوه يعني، البيضة دي سبحان الله بتنفشها، تخليها ما تحتاجش بيكنج باودر، يعني مش لازم تحط لها بيكنج باودر. انا ما بحطلهاش بيكنج باودر خالص. بس بعتمد على البيضة. البيضة بتخليها حلوة وبتديها طعم، وزي ما قلنا بتنفخها كده بتنفشها، ما بحتاجش احط عليها بيكنج باودر خالص. بس وبنطلعها بقى وبنقليها. بس السر زي ما قلت لكم في انكم تلفوها. اوريكم انا كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. انكم تلفوها كده، هنا اهو تلفوها كده شويه شويه، لازم كده ممكن 10 دقائق لحد ما تحسوا انها خلاص صارت لينه مره. ده سر من اسرار المطاعم يعني. حتى احنا لما نروح مطاعم الفلافل بنلاقيهم حاطين فيها حاجه زي العمود كده بتلف باستمرار، فده بيخليها هشة، بيخليها زي الكيك كده، بتطلع هشة ومنتفخة. بس هو ده الموضوع يعني. بس نطلع دول وخلاص. خلاص كده. انا ما بحبهاش تكون محروقه يعني، تكونها نوعا ما.